القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب رفع عشرات المحتجين مساء اليوم بالرباط شعارات منددة بوفاة الطفلة إيدي التي قضت بسبب ما اعتبر إهمل من طرف مسؤول المستشفى الإقليمي بمدينة تنغير وهو ما فتحت بشأنه وزارة الصحة تحقيقا داخليا الوقفة التي شهدتها الساحة المقابلة لبناية البرلمان بالعاصمة تحولت بعد حوالي نصف ساعة عن انطلاقها إلى مسيرة حاشد جابت شارع محمد الخامس وردت خلالها المحتجون شعارات باللغتين العربية والأمازيغية من بينها إيديا خلات وصية لا تنازل على القضية هذا مغرب الله كريم لا صحة لا تعليم لا سبطار لا سكويلة وخمسة فطاولة المغرب بجوى وقد كان على حق باش حنا مواطنين لا حقوق لا قوانين إيديا ارتاح تحسن واصل الكفاح كل نافذة في الدائرية الشهيدة. الوقفة التي دعا إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تأتي بعد وقفة أولى شهدتها مدينة غير أمس السبت، طالب فيها نشطاء محليون ومتضامنون حلوا بالمنطقة خصيصا لهذا الغرض بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات. وشاركت في المسيرة التي انتهت قبل قليل شخصيات سياسية ومدنية جدد فيها المشاركون التأكيد على ضرورة توفير حق الصحة للسكان المناطق المهمشة البعيدة عن المركز وفي هذا الصدد قال عمر بلا فريج البرلماني عن فدرالية اليساري أقدم طعاز الحارة لعائلة الطفلة إيدي التي أثرت وفاتها في كفة المغاربة وكذلك أوجه رسالة للمسؤولين المطالبة بوضع حد للتهميش الذي يطال المناطق النائية وأضاف بلا فريج في تصريح له سيباريس أن قطاع التعليم والصحة في هذه المناطق يلزمهما تكثيف المجهودات قبل أن يشدد على ضرورة النضال من داخل وخارج المؤسسات في أي قضية عادلة من هذا القبيل وبدا جليا خلال المسيرة الحضور المكثف لتيار يمثل الحركة الأمازيغي رفع ممثلوه شعارات ولافتات منددة بوفاة الطفلة في أيدي. كما حضر إلى جانبهم المخرج المغربي كمال هشكار صاحب وثائقي غير القدس والذي صرح له سيباريس بأن ما موقع للطفلة إيديا حادث تراجيدي يعود بالأساس إلى ضعف التنمية وسوء الحكامة في بعض المناطق ما يجعلها صحراء استشفائية وفق تعبيره وشدد الشكار على أن هذه المناطق المهمشة تعاني من مشاكل جمع على مستوى التعليم والصحة والتفاوتات الاجتماعية مستغلا هذا الشكل الاحتجاجي لتمرير رسالة للمسؤولين عن وزارة الصحة مفادها أوقف الحكرة والتهميش في تنغير التي وعدتمونا بتشييد مستشفى بها قبل سنتين من الآن يضمن الخدمات الصحية لساكن الإقليم من جانبها نددت سهيل الريكي القياديه في حزب الاصاله والمعاصره بهذا الحادث الاليم مضيفه في تصريح لحس باريس ان هذه الوقفه تاتي لعدم تكرر مصير الطفله ايدي في حق الاطفال المغاربه وشددت الريكي على ان حق توفير العلاج والتطبيب والحد الادنى من الحياه الكريمه يجب ان يوفر لكل مواطن مغربي معتبر ان من العار ان يموت في هذا العام أطفال مغاربة بهذا الشكل المؤلم لأسباب تبدو غبية وفق تعبيرها إلى ذلك اعتبرت المتحدثة نفسها أن هذه الوقفة التي شاركت فيها مختلف الأطياف السياسية والحقوقية تأتي للمطالبة بوقف الحكرة والتهميش ولتقاسم هذا المصاب الجلل مع العائلة الصغيرة لإيدي إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اعجاب واشتراك وشارك ذلك مع اصدقائك صوت الشعب